مستواك، ببارك لك النهارده يعني الحمد لله بتدي رساله للعالم كله ان محمد صلاح جاهز لاي نادي كبير. ربنا يخليك يا كابتن، والله الحمد لله نحمد ربنا النهارده كنا محتاجين الفوز، فالحمد لله قدرنا نكسب النهارده، ده بفضل خبرات اللعيبه الكبيره الحمد لله ان هم كانوا شايلين طول الوقت. اتمنى ان شاء الله الماتش الجاي يبقى موفقين بيه باذن الله. حاسس النهارده، كنت حاسس من بدايه اللقاء يا محمد انك انت هتعمل دويتو مع محمد ابو تريكه، يعني ناس كتير الحقيقه اتكلمت في استوديوهات وقالت ان وجود محمد ابو تريكه جنب محمد صلاح مفيش راس حربه صريح شيء صعب، ولكن الناس يعني وجهه النظر اختلفت خالص بعد اللقاء، كنت حاسس كده قبل اللقاء؟ والله يا كابتن الحمد لله، يعني احنا مسجلين الحمد لله انا كابتن ابو تريكه من يمكن من ساعه الاولمبيات او من قبلها، من ساعه ما كان في التمارين قبل الماتشات بتاعت الاولمبيات، ف كان في انسجام كويس. طبعا وجود فيرود طبعا هيساعدنا كتير جدا، بس يعني ما فيش مشكله ان احنا لما نلعب فيرود طبعا لازم نركز ان احنا نأدي بشكل كويس ونعمل اداء كويس ونكسب الفريق يعني، فالحمد لله احنا كنا موفقين النهارده وقدرنا نحرز جوان الحمد لله. كابتن محمد خليك معايا، الحقيقه هخلي حد يبارك لك، هو حد يعني غايب عن المشهد بقاله فتره، ولكن هو يعني صاحب انجاز الشارع الرياضي او الشارع المصري، وصاحب انجاز النهارده كبير جدا او شريك في الانجاز، ثلاثه كاس امم افريقيا، سنين الحقيقه من الانتصارات، الكابتن سمير زاهر. كابتن سمير مساء الخير. مساء الخير، ازاي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا سيف، ربنا يخليك. كل الناس يا كابتن محملين رساله ان انا ابارك لحضرتك، اقول لحضرتك ان ده انتصارك، اقول لحضرتك انك قعدت الحقيقه سنين كبيره جدا في المجال الرياضي او في اتحاد الكره، اسعدت ناس كتير، والناس النهارده تبارك لك ونفسها الاول تطمن عليك. ربنا يخليك يا سيف، انا الحمد لله في المستشفى الحمد لله احسن، وانا النهارده مبسوط قوي قوي بالنتيجه دي، بس لازم اتحاد الكوره يشد حلو جامد في المرحله اللي جايه، لان المرحله اللي جايه دي هي الاصعب، وانا الحقيقه بقول لكم مبروك، وبقول لبرادلي مبروك، وسعيد ببرادلي وجهازه، وانا اول مره اتكلم على فكره في في في, في خطوط بينا وبين بعض كده، انما انا قلت النهارده انا من فرحتي قلت ده المبارك لاتحاد الكوره والوزير الرياضه، وتاخدوا الموضوع بقى، المسافه قربت لازم تهتموا وتحطوا كل حملكم في المرحله اللي جايه عشان كاس العالم، وتدعموا ربيع ياسين كمان باذن الله، والف الف الف مبروك. كابتن سمير بشكر حضرتك، وعرفت انت يعني انا اسف طولنا على حضرتك، احنا مستأذنين 10 ثواني، بشكر حضرتك جدا كابتن سمير الحقيقه من انجلترا، مباشره اصر ان هو يبارك لكل الناس، هو شريك كبير الحقيقه. كابتن سمير اول مره يعني عبر الشاشات الحقيقه من حوالي سنه، يعني الحقيقه يعني بتطمنا عليك، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن سمير زاهر. كابتن محمد صلاح معايا؟ كابتن معاك. يعني حاسس ايه وانت بتسمع النهارده صوت الكابتن سمير؟ انا مش عارف انت حضرت الكابتن سمير في والله والله لا حضرت طبعا الكابتن سمير، والله اللعيبه كلها مبسوطه جدا وبتدي له الفوز ده، ويمكن كله متجمع دلوقتي على العشاء، وكله لما نطلع فوق بيقول احنا نطلع نكلمه ان شاء الله عشان الناس كلها عايزه تطمن عليه، وان شاء الله باذن الله يرجع لنا بالسلامه، وفعلا اللعيبه كلها بتقول ان هو وحشهم، فاتمنى ان شاء الله ان هو يرجع لنا بالسلامه ويرجع احسن من الاول باذن الله. الحقيقه شعور طيب ومحترم بيك، يعني كنت الاول بتتكلم متحفز دايما وحاسس انك مكسوف، ولكن اول ما جت سيره الكابتن سمير زاهر حسيت ان انت انطلقت في الحديث، يعني لانه فعلا هو اب والله الكل، الناس اللي هنا والناس اللي هنا كلها الحمد لله بيشكروا فيه، حتى انا يعني يمكن ما اتكلمتش مع كابتن سمير كتير، بس الناس اللي هنا كلها بتشكر لي فيه وبتشكر لي في اخلاقه، ف طبعا يعني البني ادم بيبقى سمعه الناس كلها بتتكلم عليه كويس، فاكيد بني ادم محترم يعني وبني ادم يتحب يعني. انت شخصيه محترمه يا محمد، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، وبنتمنى لك كده ان شاء الله باذن الله يعني عقد احتراف كبير في نادي كبير. هل في جديد في عقد احترافك بقى طالما ان انت معايا؟ والله انا لسه مركز مع النادي دلوقتي، مركز مع المنتخب قصدي دلوقتي، فاتمنى ان شاء الله خلال الاسبوع ان شاء الله كل حاجه تبقى محسومه. يلا ربنا يوفقك، ربنا يكرمك ان شاء الله يبقى خلال الاسبوع، ربنا يكرمك. في حد تاني جنبك ممكن نكلمه كابتن؟ لا كابتن وليد. طب اكلم الكابتن وليد تاني. الو كابتن سمير زاهر، اهو سمعت صوته؟ الو كابتن سمير زاهر، سمعت صوته؟ انا يا كابتن والنبي بعد اذنك لو معاك على الهوا، لو معاك على الهوا بس خليني قفل خلاص يا كابتن. طب بس من خلالك بس بقول له الف مليون سلامه، وربنا يرجعه بمليون سلامه، واحنا كلنا هو عارف معزته في